تشين، بس تشين امسك راسك واقطعه، اقطع راسك بسكين. على الديسكو على اسرائيل. الله يلعن اسرائيل. ابو عبيده، ابو عبيده لكم بالمرصاد يا جرذان. والله والله طيب والله. ليش ما بتعترض على الله اكبر اللي هو عميل لنا، عميل اسرائيلي؟ هذا نخاف منه اكثر منكم. طيب بس الله ولكن اكبر هو اللي اعطانا الارض في القران، اذا هو عميل اسرائيلي. محمد والله اكبر. شوف محمد شوف رسول الاسلام شوف كان عميلا اسرائيليا. شوف بقول لك شيء، اسرائيل زوالها قريب باذن الله. وانا لا تسيبك من اسرائيل هلا، انا اسمع العملاء محمد هذول عميل اسرائيلي. الله يلعن. شوف الله، الدب الداشر بن سلمان هذا كلب، هذا عميل لكم. حكام العرب كلهم عمالكم. بس ولكن احنا شعوب والله وبعزة جلال الله لا ننتقم منكم ولا نثأرن منكم يا خنازير. تقتلون الاطفال، ما استرجيتوا تفوتون بري بري على غزة، لانه بي رجال على الارض تقصفون بالطيران وتقتلون الاطفال. انا عبد الرحمن عبيد اقيم تركيا، اقسم بعزة جلال الله لو في شخص يدخلني على غزة لا أدخل. الله يلعنكم ويلعن إسرائيل يا كلاب. أبو عبيدة يا نعطيكم غزة عبد الرحمن الأنفال. طيب سؤال، سؤال أنا أسألك سؤال، أنا أسألك سؤال، أنا أريد أسألك أنا سؤال. أنا سمعتك تايمك ما منك تستفيد شيء. شوف أريد أسألك سؤال، أنتم دولة عظمى على أساس، ها أنتم دولة عظمى، صار لكم 50 يوم ما عرفت مكان اطلاق الصواريخ، منين قاعد تطلق الصواريخ، منين قاعد تطلع من غزة دبابة طيب المركبة. اطرح عليك سؤال، سمعتك هلا انا لازم بحكي انا شوي. عزيزي عبد الرحمن، اليوم انت تهاجم بقسوة وتريد ان تقطع رأسي لاني اسرائيلي، اليس كذلك؟ ايه صح. لكن لماذا تخالف أمر الله أكبر العميل الصهيوني لنا الذي أورثنا الأرض في القرآن بسورة الأعراف 137؟ هي الأرض لنا بالقرآن. لماذا؟ شوف أنتم مزورين الحقائق. يعني القرآن إحنا زورناه؟ اسمع، أنتم جيتوا لاجئين لفلسطين بعد ما طردوكم الألمان. لا يوجد جيتوا فلسطين أخي. اسمع اسمع، فلسطين قصب. شوف فلسطين أرض حرة. وانت ما اليوم تقصد فلسطين بالقرآن، انت اليوم تكره القرآن. اسمع موجود، أنت موجود تكره انا القرآن. اسمع تكره اسمع، فلسطين موجود، القدس موجودة. موجودة انا ما موجودة عندي موجودة. اسمع اسمع، انا ما عندي فقه بالدين زيادة عشان انا اخشك، بس انا العقيدة اللي عندي والدين اللي عندي. انت لا تفهم. اسمع انا افهم، بس انا ماني شيخ، انا ماني شيخ. اسمع لا 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 لا، لا تاخذني بالمطب، لا تاخذني بالمطب، انا مو شيخ. في شيخ عنده فقه بالدين. من يعني انا اليوم بالدين، اذا انا افتي فتوى من غير علم تبوء مقعدي من النار. في علماء بالدين يناقشونك. يعني طيزك بتلدع بالنار. شوف شوف، شفت ابو عبيد ايش سوى، ابو عبيد ايش سوى بكم بغزه؟ شفت ايش سوى بجنودكم؟ خلينا نرجع على موضوعنا، ما بدي ارجع اكرر نفس الكلام. لا لا لا، انتم انتم اسمع اسمع، اقول لك شيء، اقسم بالله ما تحس بيوم الا هم فايتين عليك على البيت والله. يعني أنت تكرر منكم نفس الكلام مثل الببغاء. هلأ دعني من هذا الكلام السرسرة، أريد أن أعرف لماذا محمد رسول الإسلام كان عميلا صهيونيا لنا وكتب لنا هذه الآيات تأدب القرآنية. تأدب تأدب الرسول أكرم لبني إسرائيل. اسمع لا تزور بالحقائق، لا تزور بالحقائق. الرسول لا تتكلم على الرسول بهذه الطريقة. الرسول أشرف منك، هو عميل صهيوني. أشرف منك الرسول صلى الله عليه وسلم يا خنازير. علمنا محمد تيزو كان يمسح تيزو بتضحك. الله يلعن شرفك يا خنزير. أنت اليوم إذاك إذاك رجل يا ابن العاهرة، يا ابن اليهودية، يا ابن اليهودية، أتتوعد أتتوعد بما ينتظر أبو عبيدة يا ابن اليهودية؟ والله إذا كنتم رجال أنا فخور. ادخل غزة، ادخلوا ادخل غزة. انت رجل، انت رجل ادخل غزة، انت رجل ادخل غزة. لا تجي تتكلم وتحرف في القرآن وتتهجم. في خونة، في صهاينة معاكم، في عملاء لكم صح، بس ولكن اسكنوا الأرض إذ جاء وعد الآخرة
يا جبنا حبيبي بالتصرفات أنتم. الإسرائيلية وأربعة. ما أجمل الله أكبر العميل الصهيوني لنا، إنه يكتب هو ومحمد والله عميلنا قبل والله 400 سنة، كان عميل صهيوني محمد لنا، يكتب لنا لله هذه يا الكلمات خنزير، أنت لتعلم الجميع خنزير. أن الأرض هي لبني شوف إسرائيل، شوف 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 محمد شوف كان شوف عميلا اسمع صهيونيا. بس، اسمع اسمع كلمة. الإسلام أنت عليك حد السيف مباشر، أنت ما لازم تسولف، أنت دمك فاسد، أنت إنسان عروقك فاسدة، لازم تنقطع راسك بسكين. أقسم بالله كنا إن شاء الله راح نسحب باتجاه غزة، وكنا راح إن شاء الله نحرر فلسطين منكم يا كلاب والله، وبعزة جلال الله لأن ثأرنا منكم لو بعد حين. يا خنازير، يا عار المجتمع، تقصفون الأطفال. طيب أرض يعني أرض انت أرض تقول عن أسألك أنا. نفسك، انت تقول عن نفسك تريد قطع رأسي، يعني انت ارهابي أي في هذه الحالة. أنا مو إرهاب، لا، أنت يا الإرهابي اللي قصفت غزة الأطفال، مشفى الشفا اللي قصفت فيها الأطفال، وادعيته إنه حماس موجودة بيها، وادعيته إنه في أسرى وما في شيء، دمرتوا المشفى، ذبحتوا آلاف الأطفال والنساء. ليش تقصفون بالطائرة؟ ليش ما تدخلون بري؟ ما دخلتم بري وضوكم المر أبو عبيدة، من تحت الأرض طلعوا لكم أشباح، هذول الله معاهم. شوف أنت يوم أنت تقاتل كعقيدة، تقاتل مشان تستشهد، وعندك عقيدة تستشهد وتفوت الجنة، أما أنت كواحد خنزير مثلك كلب يريد الدنيا يخاف، فإحنا نقاتل بعقيدة. والله طيب انت لست أتيناكم على، برجال، خليني انا ارد عليك أتيناكم ابو عقيده. برجال ابو يبكون عقيده على اسمعي الموت. ابو ضبه اسمع ابو عقيده، لا نحن نسرع لكم بالجنه وبحور العين والغلمان المخلدون بحسب القران. لماذا انت حزين ونحن نسرع اليكم لكي انا تذهبوا الى حور حزين، العين انا والغلمان حزين. المخلدون؟ تعرف ليش حزين؟ انا حزين لاني ما اقدر اصل غزة، انا هذا الحزين عليه، انا حزين ايوه اني ما اقدر اصل غزة. انا يومية دموعي تنهار لما اشوف غزة وينحرق طيب قلبي. شو بتعمل جهاد الدبر للمجاهدين ينكحوك بطيسك؟ ما ينكحون يا دول جهاد مجاهدين الدبر؟ واخواني الشرفاء، بتعمل انتم جهاد الدبر؟ انذال مثل لما انجاس كان بن لادن يعمل جهاد الدبر هذا المنهجي؟ اسمع اسمع هل سوف انت، يربطون بك اخوتك في غزة اسمع الارهابيين؟ يا ابن اليهودية، اسمع، انتم تحرفون القرآن وانتم اعداء المسلمين. وشوف تقول لك شيء واحد بس، حطها معلومة براسك، انت راح تسولف وراح تقول احنا واسرائيل واسرائيل ومعاه الدنيا كلها. والله والله العظيم النصر لنا والنصر حليفنا، كيف واحنا لا نقاتل تنتصر يا بعقيدة اخي؟ وبدين، كيف تنتصر وانتم بطيزك بجهاد الدبر؟ ننتصر ننتصر. الصبر، بجهاد الدبر الله لانك عز وجل بدك تخلي الصبر الغزاويين تحوك بدبرك. الصبر. طيب انا طيب اسالك اسمع اسمع سؤال، اسمع، انت جاهد بجهاد انا الدبر؟ لا لا شوف، لا تتكلم كلام وسخ، لا انت لا انت لانك تريد منبعك جهاد وسخ الدبر يا وانت اخي، انسان انت وسخ. جهاد الدبر، اعطي اسمع الاتراك زين، تنتهي. الاتراك اشرف منك وتاج راسك. اعطي الاتراك مقصك للاتراك. الاتراك شعب مسلم، وشعب يشهد ان لا اله الا الله، يا ويشهد ان خائن الى محمد بلدك، رسول الى الله. بلدك يا خائن الى بلدك، اسمع اسمع شوف، يا خائن الى انت دايما بلدك اسالك سؤال، ارد اسالك دايما بلدك. اسالك سؤال، ارد اسالك تم الانهاء، ما بعرف هو طار لحاله. اذا ما عندهم جواب يا اخي، شو بدي اعملكم؟ اذا الله اكبر عميل صهيوني لنا، شو لنا علاقه نحن يا احبه؟ اذا الله